مساء السعادة، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مساكم خير. اليوم أحس أن الاستوديو في حالة نشاط على سبة مواضيع فقراتنا، ابتكار وتكنولوجيا ومكملات غذائية. فحلقة اليوم تبعث على النشاط مثل ما قلكم، ما عليكم سوى أنكم تتابعونا لين آخر الحلقة. مشاهدينا في البداية نبغي نعرفكم عن مواضيعنا لهذا اليوم. بدلة أريام للابتكار، ابتكار إماراتي يبرد أجسام العماني. الواقع الافتراضي عندما نعيش الخيال واقعا. حفل وداع حزين يتحول إلى عرس في السينما. المكملات الغذائية بين التجارة والأبحاث. كالعادة نبتدي بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا يقول: هل تعتقد أن المكملات الغذائية أصبحت ضرورة صحية وليش؟ طبعاً ودي أن الكل يشارك، خاصة اللي مجربين المكملات الغذائية. خبروني تجربتكم وتفاعلوا وعائي معاي عبر هاشتاغ مساكم خير. إذا مشاهدينا، بداية فقراتنا بتكون مع زميلنا منصور الغساني اللي ودانا جولة وايد حلوة في منطقة المبزرة الخضراء في العين، والحلو في الموضوع أن الجولة كانت في قطار بدل السيارة. كيف؟ خلونا نتابع. مساكم الله بالخير متابعينا ومشاهدينا في برنامجكم مساكم خير، وتحديدا اليوم نحن في فقرة وين نروح متوجهين إلى منطقة جميلة ورائعة من إماراتنا الحبيبة، وتحديدا في مدينة العين اللي هي من أهم الوجهات السياحية في إمارة أبو ظبي. خلونا نتعرف على المبزرة الخضراء في هذه الجولة وراي. المبزرة الخضراء في مدينة العين واحدة من أكثر المعالم السياحية في مدينة العين استقطاباً بل وجذباً للزوار، ليس من داخل المدينة فقط وإنما من شتى إمارات الدولة الأخرى وأيضاً من الدول الخليجية الشقيقة المجاورة، الذين يقصدون المنطقة نظراً لتنوع خدماتها ومرافقها، مما يعطي الزائر خيارات أكثر في الاستمتاع، منها السباحة في مياه الآبار وركوب القوارب وصعود جبالها الخضراء وركوب القطار، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي تنظم عادة في العطلات والمناسبات الرسمية. وليس هذا فحسب، إذ أن المبزرة الخضراء تتمتع بمقومات سياحية واعدة. طبعاً أول ما بتدخل المبزرة الخضراء على اليمين بتلاقي سد المبزرة الجميل وأروقته الجميلة والرائعة اللي تتيح للزوار الجلوس والشوي والقطار هذا الجميل اللي الحين بنركبه وبنتجول فيه ونتعرف على هذا القطار عن قرب وراي. طبعاً هالقطار هذه مبادرة جميلة من صندوق خليفة لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، وطبعاً رواد الأعمال هم اللي اقترحوا هذه الفكرة في 2018 وتم المشروع بالموافقة الحمد لله واستكمل، والحين قاعدين نقوم بهذه الجولة في هذا القطار الجميل. طبعاً هذا القطار ملائم لجميع الظروف، تكييف، قاعدة مريحة، أطلالة جميلة في الشتاء ولا في الصيف. طبعا النوافذ اللي موجوده هني تتيح للتهويه انها الدخول لهالقطار هذا بشكل انسيابي وجميل. طبعا من ميزات هذا القطار وانت قاعد تتجول فيه يشغلوا لك بعد فيديو وتستمتع فيه وتتعرف على اهميه هذه المنطقه ومميزاتها. طبعا هذه كانت جولتنا البسيطة في المبزرة الخضراء وبهالقطار الجميل والرائع، صراحة أنا استمتعت. الدور الباقي عليكم، تعالوا جربوا هالقطار
وشوفوا الجولة هاي اللي خذيتها أنا. مع السلامة. شكله وايد ممتع، وطبعا هاي المنطقه من احلى وارقى الاماكن الموجوده في العين دار الزين، فما يحتاج نتكلم وايد عنها. بعد الفاصل مشاهدينا بنتعرف على بدله اريام اللي تخفف الحر، وهي مصنوعه ومبتكره من طلاب جامعه خليفه. فاصل ورادين لكم، لا تروحون اي مكان. أكون مبتكر ومش مقلد، معادلة مو بصعبة حق عيالنا اللي عندهم طموح، ولا هي مسألة معقدة في حال تكاتف كل الجهود من مؤسسات تعليمية وأسرة ومجتمع، خاصة في ظل النهج اللي تتبع أكيد مع حكومتنا الرشيدة في دعم وتعزيز الابتكار في كل مفاصل الحياة العلمية والعملية، وما تبذل أكيد من جهود لجعل الإبداع أسلوب عمل يرتقي بالتنمية والاستدامة. عن هذا الموضوع بالتحديد بنتكلم ويا الدكتورة غادة حسن محمد المرشدي، أستاذ مساعد في كلية التربية بجامعة الإمارات، وبعد ويانا الطالبة لطيفة الصيعري من جامعة خليفة. يا مرحبا بكم، مساكم خير. يا هلا. مرحبا يا دكتورة. طبعا في البداية نبغي نوضح للمشاهدين الفرق ما بين الابتكار والإبداع شو. أكيد طبعا قبل ما أبدأ أنا حابة أني أذكر في دليل الإبداع والابتكار اللي ألفته بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع. من خلال طبعا الدليل هذا إحنا قمنا بتعريف كل من الإبداع والابتكار بشكل مفصل. فبداية الإبداع والابتكار، الإبداع بشكل عام هي الأفكار اللي تنبذ من هذا العقل البشري. الابتكار هي تطبيق لهذه الأفكار، بتكون بشيء ملموس. عندنا طبعا أنواع مختلفة من الابتكارات، اللي هي الابتكار التقني اللي يمكن إحنا الأغلبية نعرفها، والابتكار الاجتماعي هي لحل التحديات المجتمعية أو تقديم خدمات معينة. جميل جدا. طبعا لطيفة، أنتي مشاركة مجموعة من الطالبات ابتكرتوا شيء جدا مميز، مشروع أو بدلة اسمها بدلة أريام. خبرينا في البداية عن فكرتها. أول شيء الفكرة بدأت يوم شفنا عامل نظافة مغمى عليه، فكنا نحن مهندسات حاولنا إيجاد الحل للمشكلة الموجودة. فقمنا ببحث علمي أنا والفريق المكون من 5 طالبات مثل ما قلتي من جامعة خليفة قسم الهندسة الميكانيكية. فبعد الأبحاث حاولنا نجد الحل أنه يكون أنه تكون تخدم المجتمع ولها أثر نفسي بنفس الوقت تكون مبتكرة. جميل. فاخترعنا هالمادة. جميل. يعني بدلة أريام هي عبارة عن بدلة فيها درجة حرارة يعني تبرد على جسم العامل اللي يشتغل دائما تحت الشمس. صحيح. فهي مادة مبتكرة تقوم بالحفاظ على درجة حرارة جسم العامل في الدرجات الحرارة العالية. جميل. كم تكون درجة الحرارة تقريبا؟ مثل ما تعرفين أن درجة الحرارة في الإمارات توصل فوق 40. صح. فهي تتحمل من 45 وما فوق. جميل جدا. لكن دائما الحين يعني فضول دوم أمي تقول لي يوم مثلا نكون برا في الشمس وندخل على طول نقول بطلوا المكيف في البيت، تقول لا ما يستوي. فكيف هني، هل هو فعلا صحي لجسم العامل أن درجة حرارة جسمه تكون مختلفة نوعا ما من درجة الحرارة الخارجية اللي تكون حارة؟ ترى الفكرة كيف، نحن ما قمنا بتبريد العامل، نحن نحاول أن نحافظ على درجة جسم العامل. هي درجة جسم الإنسان. فشي حتى لو رحتي للمكيف ما بتتأثرين لأنه نفس درجة الحرارة. جميل جدا. هل الابتكار دكتورة يعتبر مثلا شيء فطري، أو ممكن الواحد يكتسبه في جامعته أو من خلال الإلهام من ابتكار معين؟ مثل ما ذكرنا الإنسان بشكل فطري عند الإبداع، والدليل هذا الفرق بين الإبداع والابتكار. والدليل عندنا أطفالنا تشوفون ما شاء الله بعمر سنة أو سنتين يرسمون ويشخبطون ويقولون، مثلا ولدي أمس يقول لي يرسم ويشخبط يقول لي هذا زومبي، برغم لو أشوفه لا زومبي ولا شيء بس شخابيط. نعم. فلما طبعا يولد هذا الإبداع الفطري، لما إحنا نبدأ مثلا تكون ناحية مكتسبة، طبعا دور الأسرة دور الأهل دور المجتمع المعلمين المدارس هو تحويل لشيء مبتكر من خلال الشيء الملموس. والدليل طبعا عندنا مثلا أصغر مخترع إماراتية فاطمة الكعبي، وكيف حولت طبعا الأفكار اللي كانت تفكر فيها إلى طبعا مبتكرات ملموسة بالتعامل
بالتعاون طبعا مع المجتمع والشراكات المختلفه والمؤسسات. كل اللي يدعم يلعب دور ومصلحه اكيد اكيد أكثر. محتاجين دعم لتحويل الافكار والابداع الى ابتكار. جميل جدا. نحن نبغى نشوف تقرير معاكم عشان نعرف المشاهدين بشكل اكبر عن هذا الاختراع اللي سويته. طبعا مشاهدينا صمم مجموعه من الطلاب من جامعه خليفه بدله تسمح بتبريد اجسام العمال اللي يواجهون درجات حراره الطقس العاليه اثناء القيام باعمالهم، وتعتبر هاي البدله اسلوب مبتكر جديد من نوعه، خاصه وانه صنع بمواد كيميائيه لكن امنه وبتكلفه قليله. تفاصيل اكثر في هذا التقرير. الحارة ويصعب علينا وعلى العمال اللي يحتاجون يشتغلون في هذه الأوقات إنهم يشتغلون، فنحن حبينا إن نحن نسوي نفس شيء يساعدهم على التكيف والعمل بالراحة أكثر. ومن خلال هيئة أبو ظبي للصحة العمال يعانون من وايد أمراض مثل الاضطرابات وارتفاع درجة الحرارة والهبوط. ابتكرنا هذه البدلة التي تقي العمال من درجات الحرارة العالية. تتميز هذه البدلة عن نظيراتها كونها خفيفة الوزن ولا تعيق حركة العامل، وأيضا أنها آمنة بحيث أنها لا تحتوي أي من الأجهزة الإلكترونية والوصلات الإلكترونية. هذا الجهاز يقيس درجة حرارة الجسم، يقيس درجة الحرارة الخارجية بالإضافة إلى مستوى الرطوبة وعدد خطوات العامل عشان نعرف مدى فعالية العامل، بالإضافة إلى هذا الزر الطواري اللي يقدر يدق عليه العامل إذا حس إنه هو في خطر. والجهاز نفسه يقدر يطرش مسج حق الجهات المختصة إذا حس إن العامل في حالة خطر. مشروعنا حصل على الدعم المادي والمعنوي من جامعة خليفة، حتى الأساتذة ما قصروا معنا، قدموا لنا المساعدات ووفروا لنا هالمعمل مثل ما تشوفون عشان نشتغل على المشروع. I feel this jacket is so good for me and all over the people, UAE people, the hot summer time, they have the good to use this all over jacket. جدا هذا التقرير، ولكن شفت عامل ياس يبدي رايه بهاي البدله، هل انتم جربتوه فعليا على عامل؟ هي جربناه على 50 عامل. جميل. والنتائج كانت مرضيه، فان شاء الله نطور في المستقبل. جميل جدا. بما ان البدله قدامنا نبغى نعرف عن تفاصيل البدله ومن شو مكونه بالضبط. مثل ما قلت لك انها هي في ماده كيميائيه موزعه على الجسم، وزودنا زودنا البدله في جهاز. نعم. تقدرين تشوفين من درجة حرارة العامل والدرجة الخارجية مع الرطوبة عشان العامل يقدر يقارن. وبنفس الوقت حطينا سنسر انه يخبر العامل عن اي اضطرابات. فحطينا زر الطوارئ، فاذا العامل حس باضطرابات او دوخة شيء لا سمح الله يقدر يدق الزر، او بطريقة اوتوماتيك انه تطرش للهيد اوف ذا ديبارتمنت. جميل جدا، حلو. طبعا دكتوره احتاج اني اعرف يعني دور المؤسسات التعليميه يوم تشوفون فعلا في فكره معينه، فكره ممكن تخدم المجتمع، شيء مبتكر، انتم دوركم هني كيف يكون؟ يعني بشكل عام مثل ما ذكرنا اذا تكلمنا على مستوى التعليم العام اللي هي وزاره التربيه والتعليم، او مستوى طبعا التعليم العالي، طبعا المثال الموجود عندنا جامعه خليفه، واغلب الجامعات طبعا يشجعون يدعمون الابتكار الابداع، وطبعا وصولا للابتكار. طبعا امثله كثيره، مثلا لو ذكرنا بعض الامثله في وزاره التربيه والتعليم، منها سفراء الابتكار، منها المهرجانات الوطنيه للابتكار، ومنها طبعا دعما للاستراتيجيه الوطنيه للدوله في شهر، طبعا شهر الابتكار في شهر فبراير من كل سنة. وأيضا لو تكلمنا عن مثلا الجامعات في التمويلات البحثية اللي تدعم الابتكار،
طبعا اعتمادا وتعاونا مع المؤسسات مثل شرطة دبي والمؤسسات بشكل عام طبعا في كل سنة. جميل جدا. لطيفة، هل ممكن أن حركة العامل وهو يشتغل تتأثر بأي طريقة بما أنه في جهاز، في أنه هالعقمة اللي موجودة هني، هل ممكن أنه يسبب أو يقلل من نشاطه؟ لا بالعكس، نحن حاولنا نحط الجهاز بالمكان اللي ما يأثر ولا يعيق حركة العامل، والمادة هي خفيفة مثل ما شفتي في التقرير فما تأثر على حركة العامل. جميل جدا. أنا بعد يهمني أن الحين أنا عندي طفل في البيت، كيف أخليه من صغره مبدع مبتكر، يعني أغرس فيه من النشأة هالشيء؟ نعم، مثل ما ذكرنا طبعا هو دور الأسرة، الوالدين مهم جدا، وما شاء الله يعني إحنا أغلب الجيل هذا جيل الآباء أقصد في عندهم وعي كبير، ف من ايضا احيانا من خلال الحضانات نفسها، من خلال الشراكات الموجوده، اغلب الحدائق، اغلب المهرجانات حاليا، مثال في كورنيش ابو ظبي غالبا يسوي المهرجانات بشكل سنوي، وكل امارات الدوله تدعم الابتكارات للاطفال من ناحيه مثلا يشاركون مثلا في بعض الفعاليات اللي فيها نوع مثلا من انهم يلعبون مثلا بالرمل، يلعبون باشياء معينه، بالاشياء اللي تخص الساينس، الماتيريالز، الادوات هذه، الروبوتات مثلا، أن يفكرون فعلا. يعني أبسط مثال اللي صار الجلسة الحوارية بين رائد الفضاء هزاع المنصوري والطلبة، هذا كله يدعم ويشجع الطلبة أنه يفكرون مستقبلا أنا شو راح أسوي، شو راح أنمي في مثلا من مواهب قدرات، والآباء بعد ينظرون للأمور هذه فيبدون يفكرون لا إحنا لازم ننمي أطفالنا وننمي فيهم الإبداع والابتكار. فعلا كل هالأمور تأثر في الطفل من صغره، فلابد أن الأهل دائما يشجعون يودون أطفالهم هاي الجلسات الشبابية أو أيضا المهرجانات اللي أنت ذكرتيها، لأن هني ممكن غريزة الغيرة شوي تشتغل، يعني من يشوفون تنافسية. الدعم بالضبط، تنافسية أكيد الشريفة، والغيرة بعد الشريفة، أن تخليه يبغي يبدع يبتكر، أنه يشارك في مثل هاي المهرجان من بعد ما يشوف كل تسليط الأضواء اللي موجودة عليه. أبغي أعرف، يهمني أكيد هاي النقطة، وأتوقع هاي النقطة تهم أي مبتكر أو مبدع، أنه يسجل فكرته ببراءة فكرية عشان فكرته ما تنسرق أو تتقلد. صحيح. نحن قدمنا على براءة الاختراع من جامعة خليفة، فكان لها الدعم المادي مثل ما شفتي في التقرير، وبعدهم ساعدونا على تقديم الطلب لبراءة الاختراع. جميل. يهمني بعد أعرف دكتورة، في المنهج التعليمي أو في الدائرة التعليمية، شو الأقوى والأفضل؟ هل هو المنهج بحد ذاته للطفل أو للطالب، أم المعلم اللي فعلا بيكون له تأثير أكبر على الطالب؟ طبعا العملية التشاركية، المنهج له دور كبير، وأيضا المعلم لأنه هو دور له دور كبير في المنظومة التعليمية وفي التعليم. يعني مثالا وزارة التربية والتعليم طبعا أعلنت أن خلال عامين إن شاء الله راح يكون منهج جديد هو في الذكاء الاصطناعي. صحيح. وهذا طبعا له دور أنه ينمي الابتكار. أيضا مثلا في الجامعات أغلب المناهج، مثال ذلك مثلا في كلية التربية، وأنا فخر عضو في هيئة تدريس في كلية التربية، أطلقنا وبدأ هذا البرنامج ماجستير في التربية الابتكارية، فهذا كله ينمي موضوع الابتكار والنبذة هذه في الأطفال وطبعا الكبار. جميل جدا، شرفتونا ونورتونا، كل الشكر لك أكيد دكتورة غادة حسن على تواجدك اليوم معنا وعلى الدعم اللامحدود اللي تقدمينه أكيد للطلبة، والشكر الكبير أكيد لكل الهيئة التدريسية، وأيضا لك عزيزتي لطيفة ونباتش عاد تبلغين تحياتنا وفخرنا لكل الطلاب اللي شاركوا في هذا المشروع جدا مميز. إن شاء الله. شكرا على استضافتكم. يا مرحبا أسلام. إذا مشاهدينا بعد الفاصل، تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي كيف